فيلم اليوم عن قصة حقيقية عن بنت عمرها 14 سنة وبيبعتوها هدية لملك فرنسا، بس تستغل غياب الملك وبتحب حدا تاني وبتدخل معه بعلاقة كذا مزا، بس نتائج تصرفاتها صدمتني بنهاية الفيلم. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. بيبدأ الفيلم بإستراليا سنة 1768 مع صبية حلوة وصغيرة وأمورة اسمها ماري، وبتكون أميرة إستراليا وبيكون عمرها 14 سنة بس، وهي أصغر وحدة بإخواتها ولسه مو متزوجة، وبسبب المشاكل بين فرنسا وإستراليا تبعتها أمها كهدية على فرنسا حتى يتزوجها الأمير وتتصلح العلاقات بين الدولتين، وبتبدأ تجهز حالها مشان رحلتها على فرنسا، وبتصير أمها تنصحها مشان حياتها الجديدة وبتضغط عليها كتير مشان بأسرع وقت تجيب وريث للعرش، وبتودعها وبتطلع ماري أنطوانيت بالعرباي مع حارس وخادمة والكلب تبعها، وبعد كم يوم بتوصل على فرنسا وبيحتفلوا بوصولها وبترحب فيها المضيفة آن، وبتاخد منها غراضة والكلب، بيعطوها الخادمات فستان جديد، وبعدها بتكمل رحلتها على البلاط الملكي، ولما بتوصل بتشوف الملك لويس 15 وبيعرفها على خطيبة الملك لويس 16 وبتسلم عليه وبتحضنه، وبعدها بيروحوا على القصر وبتشوف انه في كتير ناس عم يحتفلوا بوصولها بس عم يطلعوا عليها وهن مستغربين، وبتكون ماري متوترة لحد ما بتوصل، بيفرجوها على القصر وبياخدوها على غرفتها، وبعدها بتبدا مراسم الزواج، وبتتزوج ماري ولويس 16 وبيرقصوا مع بعض وبيحييهم الملك، وبعدها بيدخلوا على غرفتهم وبيحتفلوا بليلة زواجهم الاولى حسب العادات، بس تاني يوم الصبح الملك بيعرف انه ما صار شيء بينهم ليلة امبارح، يعني ما صار كذا مزا، وبينزعج الملك كتير، ولما بتصحى ماري بتشوف المضيفة آن وبتصير تخبرها العادات، بس ماري بتحس انه عاداتهم صارمة كتير ومزعجة، وبتفطر ماري لاول مرة مع لويس وبتحكي معه عن هوايته المفضلة اللي هي صنع المفاتيح، بس بيكون ساكت اغلب الوقت، وحسب العادات بعد الفطور لازم يروحوا على الكنيسة، ماري بتصير تضحك مع الخدامة على وحدة نايمة، بس آن بتأشر لك الرمال تسكت، وبالليل بتجتمع العيلة الملكية على العشاء وبتنضم لهم مدام دوبري وبتسأل ماري عنها، وبتخبرها آن انه هاي حبيبة الملك لويس وكل الموجودين مزعوجين من تصرفات دوبري الغير محترمة، وكمان بتسألوا اذا ماري رح تعرف تستمر بالزواج او لا، وتاني يوم بيروح لويس 16 على الصيد، ولما بيرجع بتحاول ماري تتقرب منه وحتى يكملوا زواجهم ويعملوا كذا مزا، بس بيخبرها انه تعبان وبده ينام، وواضح انه ما كان راضيان عن هالزواج. كل اللي بالقصر ما بيحبوا ماري لان هي اجنبية وكمان لسه ما جابت ولد، وبعدها منشوف شخص اسمه فورمان بعت له نصائح من امه وعم تطلب منها ما تركب حصان لان ممكن يأذيها مشان الحمل، وبيخبرها انه متكلين عليها ولازم تعمل اي شيء حتى يكون زواجها ناجح، وبيعطيها رسالة من امه، وبتشوف ماري انه امه خايفة كتير انه هي ما تكفي زواجها وهيك رح يكون في خطر على علاقة بين فرنسا واستراليا، ولازم تعرف ماري حجم المسؤولية اللي شايلتها، وبالليل ماري بتحاول مع زوجها مرة تانية وبتدلعه وبتضحك معه بس بيبعد عنه، بضل الحال هيك بدون كذا مزا، وتاني يوم بتعيش ماري وقت لطيف مع زوجها واصحابه وبيشربوا وبيضحكوا، وبترجع امها بتكتب لها رسالة وعم تحذرها من دوبري، وفعلا لما بتشوفها ماري لدوبري بتتجاهلها، بس هالتصرف ما بيعجب حدا، وبيخبرها فورمان انه تجاهلها لدوبري معناه انها عم تسخر من اختيارات الملك، وبينصحها تحكي معه، وبعدها ماري بتشوف الملك وبتنحني له وبتحكي كلام لطيف مع دوبري، وهالتصرف بيعجب الكل، وبعدها ماري كتير بتنزعج من يوم الروتيني وتجاهله لويس، وبيوم تاني بيحكوا ماري وفورمان عن المشاكل بين روسيا وبولندا، وبيخبرها انه اما معتمد عليها لتتدخل وتحل المشاكل، بعدها فورمان بيشوف الملك اللي بيأكد له انه ما رح ينهي التحالف بين فرنسا واستراليا، وبيحكي له انه مزعوج لان لويس وماري لسه ما تعودوا على بعض وما عملوا كذا مزا، وبيطلب منه يجيب دكتور ليشوف شو مشكلتهم، وبتوصل رسالة من جديد لماري من اما عم بتخبرها انه اخوها تزوج واخوها تاني صار عنده ولد، وبتطلب منها تعمل دورها بشكل جيد حتى تساعد بلدها من اي عدوان، ترجع ماري تحاول مع لويس بس بيستسلم وبيبعدها عنه، تاني يوم وهني على الفطور بيوصلهم خبر انه اخو زوجها اجا ولد، وبيروحوا يباركوا له برغم سعادة ماري، بس لما بترجع على غرفتها بتصير تبكي بسبب الضغط اللي عليها لتجيب ولد، بس ماري تنوي تنسى كل مشاكلها وبتصير تشتري ثياب غالية وتشرب وتلعب وتعيش حياتها مع صحباتها وتعمل كل شيء بدها اياه، وحده من صحباتها تعرض عليها يروحوا على حفلة تنكرية، بالبداية بترفض ماري بس بما انه
تنكري ما حدا رح يعرفها، وبيروحوا على الحفلة وبيعيشوا وقت ممتع وبيشربوا وبيحتفلوا، وبتتعرف على شاب اسمه اللورد فيرسن، ولما بيسألها عن اسمها بتضحك له وبتمشي. وبعد كم يوم بتعرف انه الملك مريض ورح يموت، والكاهن بيخبر لويس انه ما عم يعرفوا ياخذوا الوصية بسبب حبيبته دوبيري. وبعد الملك بيكتب رسالة بينهي فيها علاقته مع دوبيري، ولما بيطلب يشوفها بيخبروه ان دوبيري تركت القصر. وبعد فترة بسيطة بيموت الملك وبيتوجوا لويس السادس عشر ملك فرنسا الجديد، وهيك بتكون ماري صارت الملكة. وبيوم عيد ميلاد ماري بيحتفلوا كلهم حسب العادات. وبعدها لويس بيطلب منها يرجعوا على غرفتهم، بس ماري بتترجاه يضل معها للصبح ليشوفوا شروق الشمس ويكون الجو رومانسي، بس بيرفض وبيتمنى لها الحظ بلعبة. لما بيخلص اليوم بتروح ماري مع صاحباتها ليتفرجوا على الشمس، وتاني يوم وهي عم تتمشى بالحديقة بتحكي مع مسؤول الزراعة ليضيفوا شجر، بس نورمان بيخبرها انه صرفت 50,000 وهيك ما رح يضل مصاري للتبرعات، وبترد عليه ماري انه ما في مشكلة ورح تاخد مصاري من لويس، يعني عم تصرف مصاري على كيفها واخر هم الشعب. وخلال اجتماع لويس مع المستشارين بيخبروه انه امريكا طالبة منه الدعم، وانه مساعدة امريكا رح توصل رسالة لبريطانيا انه فرنسا دولة قوية، وبيرضى لويس يساعد، بس بيضطروا يزيدوا ضرائب على الشعب. لما بتكون ماري بدرس البيانو بتعرف انه اخوها جوزيف وصل لعندها وبترحب فيه، وبصيروا يحكوا مع بعض، بيطلب منها تبطل لعب وصرف مصاري، بس بتتجاهله. ولما يحكي جوزيف مع الملك لويس بيعرف يوضح له كيف يكون زواجه ناجح ويكون سعيد مع زوجته، وبيخبره انه العلاقة الكذا مزا تشبه القفل والمفتاح، ولويس بتعجبه الفكرة وفعلا بتقرب من ماري وبيعملوا علاقة. واخيرا وبعد فترة بتحمل ماري وبتجيب بنت وبسموها ماري تيري، وبيهديها الملك لماري قصر خاص إلى لاستخدامها الشخصي، وبتفرح كتير ماري بالهدية لأن بيساعدها تسترجع حبها للفن، وبتعمل مسرحية بتغني فيها وبتمثل. وبعدها بيخبرها لويس إنه رح يعملوا احتفال راقص ليرحبوا بالجنود الفرنسيين اللي رجعوا من أمريكا. بتكون ماري متحمسة كتير، وهن بالحفل بتشوف واحد من الجنود وهو اللورد فيرسن، وبتفرح لما بتشوفه، ضلوا يتطلعوا على بعض، وبلحظة من اللحظات بيشد اللورد فيرسن وبتستسلم ماري، وبيبدو علاقة غرامية كذا مزا مع بعض، بس بتحزن ماري لما يودعها اللورد فيرسن لأن رح يرجع على أمريكا. وماري بتطلب من الملك لويس يجي معها على باريس، بس بيرفض وبتنزعج ماري كتير، وبترجع على غرفتها وهي عم تفكر باللورد فيرسن، وبتزيد الأزمة المالية بفرنسا بسبب زيادة الضرائب وأعمال الشغب، وبتسوء صورة ماري بين الشعب بسبب أسلوب حياتها الفاخر إنه ما عم تهتم فيهم. والمستشارين بيخبروا الملك إنه مساعدتهم لأمريكا عم تكلفهم مصاري، بس الملك لويس بضل يدعمهم حتى يبين إنه فرنسا دولة قوية. وبعد ماري بتخطط انها رح تقدم مساعدة وتبرع ليتخلصوا من الجوع بالمدينة. بعد فترة بتحمل ماري مرة تانية قبل الولادة بفترة، بتعرف انه امها ماتت، وبتحزن ماري كتير لان ما عرفت تشوفها، وبتخلف ماري ولد اللي بيكون وريث العرش. وبرغم فرحتهم بالولد، بس الصحف الفرنسية لساتها عم تكتب عن ماري لانها عم تصرف مصاري الملك، وكلامهم بيأثر فيها كتير، وبتصير تبعد عن حياتها الفاخرة اللي عايشتها، بتركز مع عيلتها. وبيوم بيوصلهم خبر هجوم ناس على حصن قريب من القصر، وهاي كانت بداية الثورة الفرنسية، وساعدها المستشارين بينصحون يغيروا مكانهم لحد ما تهدى الأوضاع، بس بيرفضوا مشورتهم وبيضلوا بفرنسا مع بعض. بس لما بيصير هجوم على القصر بيضطروا يمشوا ويتركوا القصر، وهون ماري بتتجرأ وبتطلع لعندهم وبتشوفهم مجرد مجموعة من عامة الشعب من الناس الغاضبين بسبب الضرائب اللي فرضوها عليهم ليساعدوا أمريكا. ساعتها ماري بتنحني لهم، وهون بيهدوا الناس شوي. لما بتدخل ماري لعند الملك بتطمنه، بس بعدها بيرجعوا الناس يصرخوا من جديد، وساعتها بيهجموا على القصر وبيصيروا يكسروه، وهون ماري ولويس بياخدوا غراضهم وأطفالهم وبيمشوا من القصر. وهي كانت ثورة الشعب الفرنسي على حكامهم الفاسدين اللي نهبوهم وجوعوهم كرمال هروب غيرهم، وكرمال يدللوا حالهم وما يحسوا بالشعب. وآخر شيء منشوفه بالفيلم بيكون غرفة ماري بعد ما دمروا الشعب. بتكون ماري سبب من أسباب الثورة الفرنسية لأن صرفت مصاري الملك ومصاري الشعب على حياتها الفاخرة. برأيكم الشعب اللي عمله كان صح أو غلط؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم نوردن، يلا سلام.